الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما إلى يوم الدين. ما بعد، قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في كتاب أدب الطعام، قال: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. قال: وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وقوله تطيش بكسر الطاء وبعدها يا مثناه من تحت، معناه تتحرك وتمتد إلى نواحي الصحفة. وهذا الحديث قد مر الكلام عليه في أول هذا الكتاب. قال: وعن سلام بن أكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. وهذا الحديث من الأدلة التي استدل بها من يرى وجوب الأكل باليمين. وقد ذكرنا أن هذا هو الراجح في المسألة، أن الأكل باليمين واجب، وذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كل بيمينك. والأصل في الأوامر والوجوب، إلا إذا جاء صارف يصرف هذا الوجوب إلى الاستحباب. ولم يأتي صارف في أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، فيبقى الأمر على ما هو عليه أنه للوجوب. ومما يدل على وجوب الأكل باليمين هذا الحديث كما استدل به بعض أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يأكل بيمينه لأنه كان يأكل بيساره، فقال: لا أستطيع. فقال: لا استطعت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجاب الله عز وجل دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في الحال، فما رفعها إلى فيه. وهذه من علامات نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل استجاب دعاءه في الحال. فهنا هذا الرجل عندما رفض أن يأكل باليمين وأكل بالشمال، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، والذي منع هذا الرجل الكبر. وهذا يعني يدل على أن الأكل بالشمال من علامات الكبر، ويدل عليه أيضا أن الشيطان يأكل بشماله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أن الشيطان يأكل بشماله. والشيطان الأصل فيه وفي أفعاله الاستكبار، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فيكون الشرب باليسار والأكل باليسار دليل على الكبر، ولذلك الكفار والأصل فيهم الكبر والقطرسة، أنهم لا يأكلون غالبا ولا يشربون بأيمانهم بيدهم اليمنى، وإنما يأكلون ويشربون باليسار. فهذا فيه أولا تشبه بالشيطان وتشبه بالكفار، وأيضا هو دليل على الكبر. فلذلك لا يجوز للمرء أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله. وقد مر الكلام عن هذه المسألة مفصلا في أول الكتاب. قال: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. وهذا الباب فيه بيان عدل هذا الدين العظيم، حتى في الأكل أمر الإسلام بالعدل. ففي هذا الباب يبين المصنف رحمه الله تعالى أنه لا يجوز أن يقرن بين تمرتين ونحوهما إذا كانوا جماعة إلا بالإذن. وذكر دليلا على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبل بن سحيم، قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، يعني أصابتهم سنة من الجوع والجد فرزقنا تمرا، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه. ومعنى القران في هذا الحديث أنه يقرن بين تمرتين وبين عنبتين وكل ما يكون حبا، يعني بدل أن يأخذ تمرة واحدة يأخذ تمرتين، هذا قران.
بدل ما يأخذ عنبة واحدة يأخذ عنبتين، هذا منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن يكون النهي للتحريم وإما أن يكون للكراهة، ولكن هناك نهي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين يعني الحبتين، سواء كانت تمرتين عنبتين، كل ما كان من الحب ويجمع فإنه لا يقرن بينهما إذا كانوا جماعة. الشرط الأول أن يكون جماعة، فإذا كانوا جماعة فإنه لا يقرن إلا إذا استأذن، إذا استأذن وأذنوا له فإنه لا بأس، وإذا كان لوحده فإنه لا بأس أن يقرن، ولا بأس أن يأكل اثنتين أو ثلاث أو واحدة ونحو هذا. وأيضا ذكر بعض أهل العلم أن القران في مثل هذه الحالة دليل على الشرع، دليل على الشرع والإقبال على الطعام، فنهي عن ذلك. وكل ذلك من الاستنباطات التي ذكرها العلم، ولكن يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، كما قال ابن عمر رضي الله عنه: فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران.